السلام عليكم اخوتي المغاربه. شنو نقول لكم؟ لسان ثقيل ويني، خصني نهضر، عارفش اش نقول. المهم، الفيديو اللي خرج 80% فيه ولا ما نقدر مفبرك. ثاني حاجه، الشعر كحل وهنا الشعر ابيض. الوطيل اللي جلست فيه كانوا معايا صحابي، ما عرفتش انا. هادشي كله اللي شفته ما عرفتوش فين وقعوا، امتى وقعوا، وفاش، ما عرفتش. اللي كنقول للمغاربه كاملين، وهو عندي وليدات، هما علاش انا دابا كنهضر. انا ما كيهمنيش، النهار الاول بغيتوني كفنان مغني، الله يكثر خيركم. اليوم تكرهوني كاع، الله يكثر خيركم، من حقكم. ويني وليداتي؟ لا، وهادشي كله اللي خاصو يتحاسب عليه اللي صور كاع، ويكون كاع هادشي يصوروا. شنو الهدف؟ الابتزاز. خلصت على هاد الفيديو هادي 10 سنين وصيفطوه ليا، وخلصت مشيت لهولندا، والمناجيرة جوج الناس في هولندا كنخدم معاهم، هما اللي تكلفوا، مشاو اسبانيا وخداو السي دي وهرسوه، وعطيت فيها 3.5 مليون ولا ما عرفت 4 المليون. داز حتى لدابا عاوتاني وبدا وجبد هادشي. مشيت للبوليس، درنا الاجراءات لدرجه انني مشيت عندهم وخرجوا معايا مساكن، الله يكثر خيرهم. ودرت معاه هذا اللي كيبتزني وهرب ليهم، ودابا راه شدوه، راهو عندهم في الكوميساريات يومين ولا 3 ايام قبل ما يخرج الفيديو. يعني الابتزاز كما وقع لي انا غادي يوقع لاي فنان. اللهم كننصح الفنانه كلهم يحضروا راسهم ويغنيو، وانا الله يسامح لي، وكنطلب منكم مسامحه دائما، كنطلب المسامحه. ما باغيش زعما باش ندافع على راسي، وقع وقع. المهم كونوا مغاربه، ربي راه كيستر كاع كاع، لا ربي كيستر. الله اللي خلقنا استرنا، اللي شاء الله هو الاول اللي كان حاضر في هذا النهار شيخ، واسترني، استروني على جوج دوك الوليدات اللي كيقراو، عندي جميات كيقراو في المدرسه، لاج ديالهم ماشي صعيب، 15 و12، هما اللي خايف عليهم. وكنطلب المسامحه من جميع المغاربه، وراه عييت من الابتزاز، وفي الاخر خليتهم ينشروا هادشي، واللي عطى الله السوق. وهذا نتمنى لكم تقبلوا مني، راه اي واحد يغلط، حيت دابا لحد الان ما كندافع.